وحقنا الثار أصايل سابقات الهجر ما عرضت لسايمها. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. نحييكم نرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب من عميد الميادين من ميدان نجران لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث تتواصل التحديات وتتواصل معارك الجذاع. هنا شوط يليه الآخر في هذه البطولة، بطولة كأس الاتحاد السعودي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام عبر قنوات السعودية الناقلة لهذا الحدث ولهذا المعترك الأصيل، أعطيت إشارة الانطلاق للشوط الحادي عشر لفية البكار. الإجداع والمسافة المقررة من اللجان المنظمة هي 5 كيلومترات. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسير بحضراتكم أتقدم إلى بداية هذا الشوط. من تتقدم وسير تسير نحو الانتصار ونحو الناموس. هنا شواهين، ومن ينطلق مع أول المراكز ليقدم لنا شعاره ويقدم لنا التحديات مع شواهين وانطلاقة شواهين. وناصر بن سالم بن علي الهمامي يقدم لنا هذا الحضور ويقدم لنا شعاره مع المستوى الأول. النقله والدور على المستوى الثاني وصلت هنا سنة. ومن يقدم لنا هذا الحضور صالح بن محمد بن سعد المري يقدم لنا شعاره ويقدم لنا هذا الحضور المتميز. المستوى الثالث وصلت هنا حذاري. ومن يقدم لنا حذاري محمد بن صالح بن محمد الرزق، من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا هذا الحضور المتميز. رابع المراكز هنا الوصول من خامس المراكز، من رابع المراكز بلشة وصالح بن عوض الحليفي، من يقدم لنا شعاره على المستوى الرابع. خامس المراكز هنا الواصل على المستوى الخامس وصلت جبارة. ومن يقدم لنا جبارة مستر بن محمد بن سلوم الرزق، من يقدم لنا هذا الحضور ويقدم لنا تحديات جبارة. دعنا على مسامعكم 5 المراكز المتقدمة وأول نداء لهذه البطلات. نعود بحضراتكم إلى بداية هذا الشوط، حيث التحديات وحيث انطلاقة شواهين. ومن يقدم لنا شواهين وانطلاقة شواهين؟ ناصر بن سالم بن علي الهمامي يقدم لنا هذا الحضور ويقدم لنا هذا الشعار المتميز، دائما يحضر بالنوعيات وهذا الشعار الكبير وطموح وأمال أبناء ميدان نجران. يا أبو سالم محمل على ظهر شواهين يطالبونك بالسلام، يطالبونك بالانتصار. هنا شواهين مع هذا الشعار المتميز وناصر بن سالم الهمامي. النقل والدور على المستوى الثاني وصلت بلشة، والقادم من ميدان الطائف من يقدم لنا بلشة صالح بن عوض الحليفي يقدم لنا شعاره. هنا أبو سلمان القادم من ميدان الطائف من عروس المصايف، والحذاري من هذا الشعار والحذاري من بلشة. يا بلشتكم من بلشة بهذا المستوى بهذا الأداء المتميز يقدمها لنا أبو سلمان. النقل والدور على المستوى الثالث، أول نداء للقادم على المستوى الثالث وصلت حلوة. ومن يقدم لنا حلوة؟ هنا المكتشف ومحمد بن عبيد بن راشد الفهيد المري، من يقدم لنا شعاره وهذا الشعار الكبير. دائما شعار المكتشف دائما يقدم لنا النوعيات ويقدم لنا الحضور المتميز في جميع المحافل، يقدم لنا هذا المتميز، يقدم لنا
حلوة وانطلاقة حلوة، وأيضا هنا الوصول من رابع المراكز من وصلت وتقدمت هنا سنة، وصالح بن محمد بن سعد المري من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا التحديات على المستوى الرابع. خامس المراكز هنا الوصول من جبارة، ومسفر بن محمد بن سلوم الرزق من يقدم لنا شعاره. أتممنا على حضراتكم الخمس المراكز المتقدمة، ولكن وين شواهين؟ شواهين مع الانتصار ما زالت تقود أرتال هذا الشوط قيادة سليمة منذ أعطى إشارة الشوط، وهي تقود هذا الركب ركب الأصايل قيادة سليمة. ولكن الحليفي قادم، أبناء الطائف قادمين، وطموح وطموح ابناء الطايف محمل على عاتق هذه البطلة. وهنا بلشة وصالح بن عوض من يقدم لنا هذا الحضور، ويقدم لنا بلشة وانطلاقة بلشة وصاحبة انجازات هذه البطلة. من يقدمها لنا؟ صالح بن عوض الحليفي يقدم لنا هذه البطلة. من غيرت الامور؟ انطلقت بدورها نحو الانتصار، ولكن وين؟ تنويه هام لجميع المشاركين. 1200 يا عمالقة يا مضمرين، ما تفصلنا عن الانتصار، ما تفصلنا عن النوماس الغالي. ولكن شواهين في المستوى الثاني تراقب الأوضاع، ومن يقدم لنا شواهين؟ ناصر بن سالم الهمامي يقدم لنا هذا الحضور. وأيضا هنا المستوى الثالث القادم على ثالث المراكز، وصلت حلوة ومحمد بن عبيد بن راشد الفهيد المري من يقدم لنا شعار الكيلو متر الأخير، كيلو السلام، كيلو الهيمنة. ولكن الحليفي يقود الركب قيادة سليمة بهذا الانطلاق المتميز، وأبناء الطايف وطموح أبناء الطايف محمل على عتعاتق بلشة. من يقدمها؟ صالح بن عوض الحليفي العتيبي يقدم لنا هذا الحضور. ولكن شواهين وأبناء ميدان نجران وطموح أبناء ميدان نجران يا الهمامي يقدم لنا هذا التحدي. وهنا وصل هنا على المستوى الثالث محمد بن عبيد بن راشد الفهيدي المري، ولكن وين؟ بلشة 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 والأداء المتميز والعصافة الإبطان بدون أي أوامر بدون أي تعليمات، يكلمها بالجهاز اللاسلكي بسم الله ما شاء الله يا أبو سلمان على الأداء المتميز. أداء بلشة، تحركت بلشة بسم الله ما شاء الله يا بلشة، كم من بلشة. سلام سلام إلى أبناء الطايف، إلى عروس المصايف من قدم لنا هذا الحضور. وصل المعلى في اللحظات الأخيرة، ولكن بلشة بلشة إلى عروس المصايف، بنزف السلام بنزف السلام إلى الطايف إلى عروس المصايف. لك يا الحليفي من قدم لنا شعاره وقدم لنا هذا الحضور. بن معلى يحاول، ولكن بلشة مع السلام، سلام سلام يا الحليفي. صالح بن عوض الحليفي العتيبي من قدم لنا شعاره وقدم لنا بلشة بهذا الأداء المتميز، وكانت بطلة لهذا الشوط. هنا بلشة، ومن قدم لنا بلشة؟ صالح بن عوض الحليفي العتيبي قدم لنا هذا الحضور وقدم لنا شعاره. المستوى الثاني اللي ما قصرت كانت الجذابة وعبد العزيز بن معلا أسهلي من قدم لنا هذا الحضور وقدم لنا شعاره. المستوى الثالث كانت هنا شواهين اللي ما قصرت، وناصر بن سالم الهمامي من قدم لنا شعاره وقدم لنا هذا الحضور المتميز. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا وإياكم لحظة وصول بلشة إلى خط النهاية قاطعة مسافة 5 كيلو بتوقيت وقدرة. إذا مشاهدينا متابعين الكرام، لحظات وسنوافيكم هنا التوقيت الزمني 8:06:45. المستوى الثاني كانت الجذابة وعبد العزيز بن معلى السهلي 8:06:91. المستوى الثالث كانت هنا شواهين وناصر بن سالم الهمامي 8:10:99. والمركز الرابع كان الطماعة ومبريك بن ميدين الرشيدي من قدم لنا طماعة. وخامس المراكز كانت كسابة، هو من قدم لنا كسابة
مبروك مانع بودواس من قدم لنا شعاره على المستوى الخامس. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام تابعنا وإياكم الحضور والتميز من شعار الحليفي ومن قدم لنا بلشة كانت بطلة لهذا الشوط، قدمها صالح بن عوض الحليفي العتيبي. والسلام يعبر من أبواب ميدان نجران إلى أبواب ميدان الطائف عروس المصايف، وسلام يا أبو سلمان سلام على هذا التميز وعلى هذا الحضور المتميز. نتابع وياكم ملخص هذا الشوط متابعينا مشاهدينا الكرام، ما زلنا وياكم متابعين. إذا مشاهدينا متابعين الكرام تتواصل هنا التحديات وتتواصل الانطلاقات الصباحية، هنا شوط يليه الآخر ضمن هذه الانطلاقات وضمن التحديات الصباحية. الشوط القادم بصوت الزميل فيصل بن شاكر، نتمنى له التوفيق ونتمنى لكم حسن الاستماع.